سمينة، يعني انت ممكن قعدتوا مع المصنعين عرفتوا مشاكلهم، ترفع سماعة التليفون مثلا على وزير الصناعة وتقول له في مشكلة كذا كذا كذا، في هياخد تليفونك يعني؟ يعني قصدي معلش انا بكلمك في الحاجات البسيطة، هيسمعك مثلا ولا ايه؟ يعني انا عايز افهم بس تفاصيل دوركم علشان اقدر افهم القصة ماشية ازاي. يعني انت عارف ان مثلا استاذ فريد او باشمهندس خليل عندهم مشكلة ما، ترخيص، القضايا المعقدة اللي احنا عارفينها طول عمرنا، بيروقراطية، انت هنا دورك فين بقى؟ انت دورك زي دور الهيئه القوميه، هل هيئه الاستثمار ولا وزاره الصناعه، ولا انت دورك كفاسيليتيتر ان انت هتكلم الوزير ده وتكلم ده وتكلم ده فتقدر تحل له المشكله؟ هو احنا لما قعدنا مع المصنعين لقينا ان كل صناعه فيها المشاكل بتاعتها، يعني مفيش حل هيقدر يحل كل الصناعات، يعني كل صناعه فعلا بنتقابل المشكله، يعني تخصها. كل ما ندخل جوه الصناعه نلاقي فيه فعلا مشكله معينه في الصناعه دي عشان نبدا نحلها. احنا في لجنه موجوده في مجلس رئاسه الوزراء، اللجنه دي يعني لجنه موحده موجوده في رئاسه مجلس الوزراء، دي اللي احنا بنخاطبها وبنتراسل معاها دايما، بنبعت لها لما بنشوف مشاكل معينه، بنبعت لها المشاكل اللي احنا شايفينها، ايه الاجراءات اللي هتدعم المصنع او الصناعه دي، تخلي الصناعه دي تبدا على الارض. في بعض المنتجات يعني في مثلا بعض المنتجات لما جينا نصنعها لقينا ان احنا مدخلات الانتاج بتاعتها عليها جمارك والمنتج النهائي زيرو جمارك، فاللي هو طب هيصنعوا ليه؟ ما هو هيجيب المنتج ما عليه يعني مفيش حاجه تشجعه ان هو، فدي في يعني ده موجود مش في كل الصناعات، يعني هنلاقي لازم في كل صناعه ندخل جواها تفصيليا نشوف ندرس كل كيس لوحدها ونشوف بقى هنا هنحتاج يعني نوصل الاجراءات، هنا مثلا تبقى عايزين اجراءات، عايزين رخصه ذهبيه، عايزين يعني قدرتوا تعملوا الحاجات دي؟ بدليل ان في 64 مشروع دلوقتي على الارض بيتنفذوا، منهم حضرتك هتشوف دلوقتي مشاريع مع رجال الاعمال.